ينضم الينا من ريف ادلب مراسل تلفزيون سوريا احمد امين. اهلا بك معنا في هذه النشره احمد. ما هي اخر التفاصيل على طريق ام 4؟ نعم، يعني ديما حتى اللحظه لم يتبنى اي احد الهجوم على المحرس الذي كان به عناصر اتراك، وهذه العمليات كثرت اخيرا، يعني مؤخرا كثرت بشكل كبير لاستهداف القوات التركيه، لكنها المره الاولى التي يتم فيها استهداف هذه المحارس التركيه التي وضعت حديثا وبدات تنتشر يعني بشكل كبير، يضعها القوات التركيه على الاستيراد الدولي منطقه النيرب في ريف اتجاه عين الحور في ريف اللاذقيه، وحتى ان القوات التركيه بدات يعني تجهيز هذه المحارس منذ فتره كان يتواجد بها عناصر سوريين يسمى بالقوات الرديفه، لكن بعد فتره تم تبديل هؤلاء العناصر بوضع عناصر اتراك في هذه المحارس، وايضا تجهيز المحارس ايضا بكاميرات مراقبه على كامل الطريق الدولي. طبعا اليوم كان هناك ايضا التركيب لهذه الكاميرات في منطقه محنبل بمنطقه الاستهداف التي تم به استهداف الجنود الاتراك في تلك المنطقه، وسيتم يعني حسب مصادر مطلعه قالت ان الطريق كله سيكون به محارس زجاجيه وتكتيكيه، وايضا سيتم تركيب الكاميرات على هذا الطريق. طبعا القوات التركيه ديما كثفت يعني بعد هذا الاستهداف واستهدافات سابقه من عملياتها الامنيه على الطريق الدولي وعده مواقع للقوات التركيه في المنطقه، كان هذا التكثيف الامني هو انتشار في الاتراك بشكل كبير، مع ايضا استمرار دخول التعزيزات العسكريه الى النقاط التركيه، كان في جبل الزاويه وفي ريف ادلب الجنوبي بشكل عام، وحتى المناطق الاخرى في ريف ادلب الشرقي هناك ايضا تعزيزات تصل الى هذا. نعم، اشكرك احمد امين مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من ريف ادلب، شكرا جزيلا لك.